الحمد لله على كل حال، وإنا لله وإنا إليه راجعون. سبحانه وتعالى لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه، له ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بمقدار. لقد أصبنا في هذا اليوم بمصيبة عظيمة، ولكن يعزينا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليتعز بمصيبته بي. لقد توفي في هذا اليوم أخونا الشيخ العالم الجليل المتواضع صاحب السنة داعية التوحيد الجبل الهمام في علمه وتواضعه وأخلاقه وبسماته، الشيخ الوقور الدكتور فلاح بن إسماعيل مندكر. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يخلفنا فيه خيرا، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان، وأن يخلف المسلمين في الكويت وفي كل مكان فيه خيرا. جاهد رحمه الله بقلمه ولسانه في تحقيق التوحيد وتقريره والذب عنه ومؤازرة أهله في كل مكان، فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير ما يجزي به عالما عن أمته. إن الرزق العظيم والمصيبة العظيمة بفقد العلماء، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا وإنما يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. نسأل الله تعالى أن يخلفنا والمسلمين فيه خيرا، وأن يجمعنا وإياه في الفردوس الأعلى، إنه جواد كريم لطيف خبير رؤوف رحيم، وإنا لله وإنا إليه راجعون.